السلام عليكم. اهتزت الساحة الرياضية في الساعة الأخيرة على وقع الإعلان عن وقفة لاعب كرة قدم معروف أمام الجماهير في الملعب. تابع الفيديو للأخير. توفي في الساعة الأخيرة لاعب كرة قدم معروف بطريقة مأساوية وأمام أنظار الجماهير، وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بقوة على مختلف منصات تواصل الإسعاف أين تم تأكيد وفاته من قبل طاقم طبي. ويتعلق الأمر باللاعب الغاني رافائيل دوامينا، وهو لاعب المنتخب الغاني وأحد الأندية الألبانية. إن لله وإنا إليه راجعون.